سيد الوزير المحترم، عندنا واحد شعور وإحساس بأن هذا الموضوع موضوع عادي، والحال أن هذا الموضوع غير عادي من خلال الجواب اللي تفضلته وقلته. طبعا نقول لكم عندنا ثقة في شخصكم وأنتم معروفين بالنزاهة وبالجدية، ولكن هذا المشكل ما تحلش، وإحنا اللي تهمنا هو التعلم نتاع الأطفال ديالنا بعيدين على كل اعتبارات أخرى. دابا تتكلموا على الكفايات والمضامين والتركيز على التعلمات الأساسية إلى آخره، هذا الشيء راه المفروض يكون، ماشي غننتظروا دابا. واش تظنوا بإضافة أسبوع مقابل الثلث في السنة الدراسية اللي ضاع غادي يحل المشكل؟ يمكن نقلبوا على المصطلحات كاع اللي كاينين في اللغة العربية باش نبينوا على أننا غنوجدوا حل. هادو اللي تيجيبوا لكم هاد الاقتراحات راهما عارفين بأن كاين خصاص ناتج على كوفيد، كاين خصاص ناتج في الأصل على غياب التعليم الأولي في المدرسة العمومية، ناتج على اللي يعني رفض الأساتذة العمل في الجو اللي كاين منذ مدة. ومع الأسف حنا سبق وتقدمنا بهذا السؤال في أفريل المنصرم وحضرنا من هذا الشيء اللي حنا وصلنا له دابا. إذن إضراب العام الآخر، إضراب هذا العام، وإلى متى؟ هل يوجد حل حقيقي للأزمة؟ أما التعلمات راه سنين طويلة باش يمكن أن يعني نرجعوا ما ضاع من الأطفال ديالنا. اليوم الوليدات ديالنا مقبلين على لي كونكور، مقبلين على امتحانات. ما النائب المحترم والتعقيب لأحد السيدات أو السادة النواب من الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية. سيد الوزير، سمحوا لنا في البداية أن نهنئكم على التلاوة الجيدة لهذه الإجراءات، ولكن سمحوا لنا أيضا في الفريق الاشتراكي أننا نعطيكم الوجه الآخر لهذه الإجراءات اللي عملتوه. سيد الوزير، نهجتوا منذ البداية سياسة الأذن الصماء تجاه المطالب نتاع الشغيلة التعليمية، وحنا اللي عرفنا أن الحكومة ديالنا مصابة بالصمام، غير أنه ما كناش كنتوقعوا أن الحواس الخمس عندها معطلة. سيد الوزير، الإجراءات اللي قمتوا بها كانت طبعا الارتباك والسوريالية، واللي خلى أكبر نجاح حققتوا بها هو أنكم أفقدتمونا الثقة في المؤسسات. وعلى ذكر الثقة، كيفاش سيد الوزير اليوم باغي تقنعونا بتكافؤ الفرص بين تلاميذ المقاولة التعليمية اللي اليوم كيواصلوا التحصيل ديالهم وتلاميذ المدرسة العمومية اللي اليوم كتعرف شلل تام من بعد الإجراء الأليم اللي قمتوا به بالتوقيف المؤقت للمضربين والمضربات؟ تشخصون الوضع على أنه توقف للدراسة، وليس توقف للدراسة، هو إضراب، وإضراب إضراب رجال ونساء التعليم بسبب مرسوم استهزأتم فيه واستهنتم فيه بقدرة هاد رجال ونساء التعليم على أنهم يدافعوا على مطالبهم ويدافعوا على حقوقهم. إجراءات أليمة بشرتها سيد الوزير منذ توليكم هذا القطاع، واللي اليوم كنجنيو الثمار ديالها. إجراءات اللي جبتوها اليوم أنتم كتوقفوا السادة الأساتذة. شكرا سيدة النائبة، وتعقيب للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية. سيد الوزير، شكرا على الجواب ديالك على هذه الأسئلة اللي هو محوري في هذه السنة الدراسية الاستثنائية والغير طبيعية. فاحنا ما كان مخصوص من المجهودات اللي قمت بها وزارتكم والإجراءات اللي قمت بها من أجل تمديد دعم التلميذ، دعم المدرسي، ولا تمديد واحد الأسبوع من السنة الدراسية، لكن كيبقى هذه الإجراءات سيد الوزير غير كافية في هالظرفيه هذه، خصوصا ان احنا كنواب الامه الان كنناشدوا او كنلتمسوا من جميع الاطراف، لا حكومه ولا نقابات، وكنعرفوا ان المغاربه دائما كيقدروا الاسره التعليميه وكيقدروا الاساتذه، وحنا مع الاساتذه ومع التلاميذ، لكن بغينا الان جا الدور للجميع ان احنا نستحضروا 7 مليون تلميذ وتلميذه ان ننقدوا لهم هذه السنه الدراسيه خوفا من سنه بيضاء، ونستحضروا المصلحه ديال الوطن هي الاولى، ومصلحه ديال الاسر المغربيه والمواطنات والمواطنين والتلاميذ والتلميذات، ونكونوا كاملين. هذا الملف هذا خصو في الحقيقه جاء الوقت فين هو. شكرا السيد النائب، وتعقيب لفريق الاصاله والمعاصره. السيد الوزير المحترم، القطاع ديال التربيه الوطنيه عاش على وقع اضرابات متكرره لفئه الاساتذه، الامر اللي تسبب في تعطيل الدراسه لبعض المدارس العموميه، وتسبب كذلك في
تسبب يعني في عدم تلقي التلاميذ الدروس ديالهم الأساسية، على عكس المدارس الخاصة اللي الأمور فيها غادية مزيان، التلاميذ كياخذوا الدروس ديالهم يعني بشكل طبيعي. وجيتوا السيد الوزير في الجواب ديالكم قلتوا ان الخطة وضعتوا واحد الخطة باش تأمنوا هذا الزمن المدرسي، وحطيتوا على رأس هذه الخطة يعني انكم ضفتوا اسبوع في نهاية الموسم الدراسي. بالله عليك السيد الوزير، واش اسبوع إضافة اسبوع في الموسم الدراسي كافية يعني كافية باش نأمنوا بها ثلاثة شهور اللي تلمد منقطعين على الدراسة؟ سيد الوزير كنلتمسوا منكم باش تضيفوا إجراءات اللي هي مهمة، إجراءات اللي نقدروا يعني نقدوا بها الزمن المدرسي، واللي من بينا كنتظروا سيد الوزير أنكم تقولوا لنا راه غادي نستغلوا حتى دوك العطل البينية باش هكا نقدروا نحققوا المبدأ ديال تكافؤ الفرص بين القطاع العام والخاص. وشكرا. شكرا السيد النائب. و السيد الوزير نرجع بكم شوية للوراء، الماضي القريب في البرنامج الحكومي قدمتوا واحد سقف عالي من الطموحات ومن الوعود الورديه، وخلقتوا انتظارات كبيره ما تحققش حتى الحد الادنى ديالها. اليوم السيد الوزير الاسر المغربيه كتعيش كابوس حقيقي خوفا على المستقبل الدراسي للاطفال الابناء ديالهم. المدرسه العموميه كانت تحتضر والان هي مصابه بسكته دماغيه. ونعيب عليكم السيد الوزير تاخير في تدبير السياسي للوضع الحالي ومنهجيه ديالكم اللي اعتمدتوها في معالجه مطالب صناع الاجيال لادابنا لهذه الحاله المقلقه، وبدل انكم تديبوا الجليد ازدتموه صلابه بسلسله التوقيفات التي طالت الاساتذه مما زاد من الطين بله. اصبح هم وهاجس الوزاره انكم تكملوا المقرر الدراسي على حساب الجوده، وتناسيتم كيف سيواجه التلميذ المستويات الدراسيه اللاحقه الى ما اضفناها الى التعثرات المسجله في جائحه كورونا. ولكم ان تتخيلوا كيف سينعكس هذا التراكم السلبي على مستوى التلميذ وعلى شباب وشابات هذا الوطن. ومن هنا اتساءل السيد الوزير، واش بقي عندنا امل اننا في المستقبل نلقاو اطر ومسؤولين في الادارات اللي هما خريجي المدرسه العموميه، ام انها هي خطه باش انكم تفسحوا المجال او انكم بالعربيه تخويوا البلاصه لابناء الميسورين وتحيدوا ابناء الشعب، وان لان الاساس اللي هو مبدا تكافؤ الفرص غير متوفر. اليوم السيد الوزير في المنصه عطيتونا مجموعه على الاجراءات اللي ما عطاتش الاكل ديالها وماشي هي الحل. الان نسائلكم شنو هو الحل؟ شكرا السيده النائبه المحترمه. تطبيقا لمقتضيات الماده 267 من النظام الداخلي، هل هناك تعقيبات اضافيه؟ تفضل سيد الوزير. كنعيش واحد الحالة اللي هي شادة وخطيرة، لأنه كل شيء يمكن لنا نتعاملوا فيه إلا أننا نتعاملوا في الصحة والتعليم. التعليم رحنا كنشوفوا اليوم أولاد المواطنين وولادنا ولا الشعب شنو واقع لهم. هذا الشيء السيد الوزير غير مقبول، خاص كل واحد يتحمل المسؤوليه ديالو من البلاصه اللي هو فيها، لان ما كنظنش انه كنا غنتعاملوا ببروده لو انه كانوا الابناء ديالكم وديالنا كيقراو في التعليم العمومي. وشكرا. شكرا السيد النائب.